تعقيب، بس اسمحوا لنا نروح لنادي الاهلي وزميلنا كريم احمد من داخل النادي عشان نعرف اخر تطورات استعدادات النادي الاهلي لمباراه المصري المهمه جدا. طبعا الفريق النهارده واصل تمريناته بدون راحه، خلينا نروح لكريم ونعرف اخر التطورات. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، طبعا كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. خلينا اطمن منك على عارف طبعا في الفترات الاخيره وفي المباريات الاخيره كان دايما الجهاز الفني بيبقى حريص على انه يدي الفريق راحه 24 ساعه عشان يحاول يخفف من حاله الاجهاد، يخفف من حاله ضغط المباريات الشديده جدا اللي عانى منها الفريق في الفتره الاخيره، لكن في استعداداتنا المصري قرر الجهاز الفني انه يواصل التدريبات. طمني كمان على حالة محمد شريف، سمعت انه دخل التمرين، حالة بدر بنون ومدى جاهزيته لمباراة الغد، يعني المعالم الرئيسية لتمرينة النهارده كريم. بالتأكيد طبعا يعني بنلتمس الحقيقة كل العذر للاعبين والجهاز الفني على الضغط الكبير الحقيقة في المرحلة الماضية، تلاحم مباريات كبير جدا، مجهود على اللاعبين، سفر كثير جدا على فريق النادي الأهلي، ويمكن بنقول في كل مرة لاعبتنا هي اللي فرحتنا خلال الفترة اللي فاتت ببطولات، فرح جمهور النادي الأهلي ببطولات في ظل صعوبات كبيرة جدا، يمكن في سوء توفيق طبعا معانا، الأمل ضعيف زي ما بنقول وفي صعوبة كبيرة جدا، الأمل موجود لكن على الحسابات وعلى الترتيبات إن شاء الله بإذن الله يقدر النادي الأهلي بقى يحضر بشكل جيد جدا للمرحلة القادمة. عندنا عدد كبير جدا من البطولات ان شاء الله باذن الله، بجديتنا وباصرار اللعيبه وبشخصيه النادي الاهلي المعتاده والمعروف عليه ان شاء الله باذن الله تكون المرحله القادمه مرحله انتصارات وبطولات لفريق النادي الاهلي بدون راحه مباشره. والحمل الكبير اللي على فريق النادي الاهلي النهارده قرر حقيقه موسيماني ان يكون تدريبه اليوم في الساعه الخامسه، الجو مقبول شويه طبعا بالنسبه للتدريب لكن حاله الاجهاد باينه على اللعيبه، يعني اقدر اقول لك النهارده الجرعه التدريبيه ما كانتش لكل اللعيبه، طبعا كل اللعيبه اللي شاركت في طبعا شاركت خلال مباراه الامس يعني ريحت شويه بالنسبه للبرنامج التدريبي ليه، والباقي طبعا خد جرعه تدريبيه قويه منها طبعا جزء بدني بسيط ومنها تقسيمه مصغره كده في منتصف الملعب. لكن بشكل عام اطمنك طبعا على عدد من اللاعبين على راسهم محمد شريف اللي النهارده شارك في جزء من التدريبات وجزء في كوره الحقيقه، ويمكن ده مؤشر مهم جدا ان احنا نطمن على محمد شريف خلال المرحله القادمه، بنامل ان شاء الله كمان غدا ياخذ جزء اكبر من التدريب، ومنها ان شاء الله ننتظر قرار موسيماني والقرار الطبي لمحمد شريف ان هو يكون متواجد جدا في مباراه المصري او يفضل النادي الاهلي راحه محمد شريف. عمرو السلابي يعود من جديد، بدر بنون الحقيقه بيشارك النهارده في التدريبات، وليد سليمان الكل الحمد لله بيعود للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه باذن الله تكون كل اللعيبه جاهزه ومباراه المصري ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي يحقق فيها الفوز ويحضر بشكل كبير جدا للمرحله القادمه. انت عارف زميلي احمد خلاص يمكن في هذه اللحظات التدريب انتهى لفريق النادي الاهلي، غدا هيكون في نفس الموعد 5 عصرا على ملعب مختار التتش، ومنها ان شاء الله السفر الى الاسكندريه استعدادا لمباراه النادي المصري. كابتن خطيب كان موجود النهارده في التمرين، يعني كلمني، اتكلم مع الجهاز، اتكلم مع اللعيبه، ولا حضر بس لمتابعه التمرين؟ الحقيقه طبعا يمكن الكابتن محمود الخطيب طبعا كالمعتاد بيكون متواجد في المواقف يمكن اللي بيكون طبعا محتاج ان هو يكون متواجد فيها، لكن اقدر اقول لك النهارده ما وقفش مع اللعيبه في الملعب كعادته طبعا وفي منتصف الملعب، على قد ما هو بس يمكن جه تابع بشكل بسيط جدا للتدريبات. الرساله واضحه طبعا مش محتاجه كلام الكابتن محمود الخطيب، اللعيبه كلها عارفه والجهاز الفني عارف ان في حزن كبير جدا طبعا على فقد النقاط خلال المرحله الماضيه، لكن النادي الاهلي لابد ان هو يكون في غلق الصفحه ولابد يكون في دوافع جديده، والمرحله اللي جايه هتشهد ان شاء الله انتفاضه كبيره جدا للنادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله كل البطولات اللي جايه سوبر محلي سوبر افريقي، وصلنا ان شاء الله من جديد لكاس العالم للانديه، كل البطولات ان شاء الله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شريف موجود شفناه في التمرين، عارف كمان انه طبعا السوليه هيكون عوده في مباراه المصري، بدر بنون عارف كمان انه بيتم تجهيزه، فاطمن منك شفت بدر، تابعت بدر النهارده في، شايف انه جاهز لماتش المصري ولا لسه ممكن يكون بعيد شويه؟ لا يعني اقدر اقول لك طبعا عمرو السوليه طبعا حصوله على 3 انذارات انتهى، طيب. عمرو السوليه بدنيا وطبيا جاهز ان شاء الله لهذه المباراه، وبدر بنون الحقيقه اللي يمكن النهارده كان بيأدي تدريب مميز مع فريق النادي الاهلي، الجاهزيه ان شاء الله تكون كامله مع تدريب الغد، ومنها ان شاء الله يكون جاهز بكل قوه في مباراه المصري، كل الحمد لله جاهز بالنسبه للغيابات اللي كانت الفتره اللي فاتت، لكن باكد لك على جاهزيه بدر بنون تحديدا ووليد سليمان، يتبقى بس محمد شريف النهارده يمكن شفناه في جزء بسيط زي ما اكدت لك زميلي احمد، غدا تدريبه يكون كامل يا رب ان شاء الله محمد شريف عليه بشكل كبير جدا غدا في تدريب الغد، ومنها في مباراه المصري لو متواجد ان شاء الله في التشكيله الاساسيه كعادته طبعا وبقيمته الكبيره ان شاء الله باذن الله يقدر يصنع الفانق بالشكل الشخصي طبعا، ويمكن بيحرز اهداف ويمكن يستمر في سلسله الاهداف ويساعد فريق النادي الاهلي ان شاء الله في الحصول على الثلاث نقاط ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عزيز كريم احمد من داخل النادي الاهلي. تعقيب سريع، واحد